قاعدين نشوف مين صيان الكامل، نشوف مين اللي يقدر يصوم. أنا وأنا سعدية، تصبح على خير. السلام عليكم أصدقائي، الحين بغسل وجهي وفرش أسناني. السلام عليكم أصدقائي، أنا صايم كثير وما أكلت شيء، ما شربت موية. الحين عندي صلاة العصر، الحين أبقرأ القرآن، أستنى الفطور. Let's go. الآن بقرأ سورة الفاتحة، هذه سورة الفاتحة وهذه سورة البقرة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرأتها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لما نفتح القرآن سموها سورة الفاتحة. كانت القراءة حلوة. يا أطفال، أول ما يجي رمضان لازم تقرأ. تعالى قرأت القرآن، الفطور يطول، متى يأذن؟ أمام شوية عشان لما يأذن. الله أكبر. الله أذن المغرب الحين، لأني فزت من سعدية، أنا صمت كل يوم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. لا تنسى صيام الكامل، أنا دائما أصوم وكل يوم عشان أحس بالفقراء والناس ما عندهم الفلوس. يلا مع السلامة. نسوي تعدي أكبر شيء نصوم. أتوقع أشرب موية ولا أصوم. الحين الساعة الفجر الظهر، الولد قاعد يلعب بالأيباد عشان تتحرك الساعة، عشان ما أنسى العطش والفطور. Yeah.
انصرني صلاه على العصر عشان اتذكر ان الحين لسه حقي داهيه بس. يلا انصرني ليتس جو. لازم تصوم 10 دقايق بس اطفال عادي ياكلوا بس تشوفوا لان اشرب مويا والاكل. يلا ليتس جو. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا عبد الحليم عشان إنساني أنا صايمة. لا بوريكم صحة دخان عشان يا صغاري اللي تصوموا. بازل بازل. طبعاً في مشتاق الدهري. هذه جورجيا. الحين أساعد ماما بالطبخ. أول شيء نحط البصل. لسه في كفاءة. بصل. عشان أنا عمري صغيرة عمري 5 بس باكل كيكة واحدة. المرة الجاية ما أكل ولا شيء ولا أشرب. سلامة. حطوا لايك حطوا شير لا تنسوا تسلون سعدية.